الإنسان إذا له مشيئة وليست له مشيئة. أنتم جئتم هنا حدقاتكم ولا بمشيئتكم؟ مشيئتكم. الإنسان إذا له مشيئة وبناء على هذه المشيئة يكون الحساب والعقاب. الذي يأتي إلى المسجد ليصلي جاء بمشيئته وبتوفيق الله له، مشيئة الله جل وعلا. والذي ذهب إلى الخمارة طيب أو إلى معابد الشرك أو غير ذلك منه ذهب بمشيئته، طيب والله لا يرضى هذا له، لكن تركه سبحانه يفعل ما يشاء جل وعلا، وقال عندي جنة وعندي نار سأحاسب هذا وأحاسب هذا، صحيح؟ فإذا العبد له مشيئة كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون، فجعل له مشيئة. زين، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فله الإنسان مشيئة، لكن لله أن يعطل هذه المشيئة سبحانه وتعالى أو ينفذها، قادر سبحانه.